لإلقاء مزيد من الضوء على مردود هذا الخطاب في الولايات المتحدة، ينضم إلينا الزميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك. يعني ياسر، هل من أصداء لكلمة جو بايدن لمستها في نيويورك؟ تفضل ياسر. في البداية أهلا بك يا ندى وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. زي ما ذكرتي بالضبط، جثة جو بايدن رجحت لملف كورونا وكيف أنه اصطاد كما يقولون في الماء العكر ما تخلف به دونالد ترامب، وكيف أنه لم يتعامل مع هذا الملف التعامل الأمثل. جو بايدن الآن مدى يعني ينتشي الفوز ويعيش أجواء أنه الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. بايدن يقول أنا في طريق للفوز بأكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، يعني أصبح يعيش تماما أجواء الفوز، وأنه يعني يأمل كما قال بأنه يخطب من جديد غدا، وأنه بالفعل الأمور الآن يعني تسير على هواه. هنا في نيويورك يعني تجمعت مجموعة من رجال الشرطة تحسبا لأي تظاهرات، ولكن يعني لم تخرج أي تظاهرات إلى الآن. جو بايدن ندى الآن لم يكن يحلم، لأنه تقدم قبل ذلك مرات في يعني الانتخاب، وكان يعني بسنه هذا الذي شارف على 80 من عمره هو الآن 78، وهو الآن يعتبر هو الرئيس الأكبر سنا في رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الأمر بالنسبة له يعني خليني أقول لك أصبح مفاجأة، وللديمقراطيين أيضا هنا في نيويورك على الرغم من هذا التقدم الكبير الذي فاز به، هو مفاجأة أيضا للحزب الديمقراطي هنا ندى في نيويورك. طيب، يعني نيويورك ياسر حسمت لجو بايدن يعني منذ أوائل الأيام هذا الماراثون الانتخابي، أو يمكن نيويورك من أولى الولايات التي حسمت للحزب الديمقراطي. هل من أصداء لهذا الخطاب الذي بالطبع سيوصف بالمطمئن للمواطن الأمريكي القاطن في نيويورك؟ طبعا نيويورك يا ندى ونيوجيرسي وكنتيكت، هذه الولايات جميعها يعني ديمقراطية، ويعني أكيد هناك سعادة كبيرة بهذا الفوز. ليس الفوز لجو بايدن، ولكن هو فوز للحزب بأكمله. جو بايدن الآن يعني هناك ملفات كثيرة، هو يقوم بوعود للأمة من الآن، لأنه يعني فقط الآن أصبح يشعر أنه الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع بكل مستشاري أن ينتقد ويجعل الشعب الأمريكي يخاف كثيرا من الأداء الهزيل الذي تعامل به دونالد ترامب مع جائحة كورونا، والتي يعاني بها أو إلى الآن تعاني الشعب الأمريكي كله من هذا الوباء. واليوم ندى أكثر من 1100 شخص قد توفوا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء كورونا. يعني الأمر الآن هناك سعادة كبيرة، ودعيني أقول لك أيضا يعني أن أعضاء الحزب الديمقراطي كانوا فيما بينهم لا يثقون في البداية بهذه الأعداد، وكانوا يتوقعون أن دونالد ترامب سوف يفوز في النهاية كما فعل في 2016. يعني الامر برمته هو مفاجاه كبيره للحزب الديمقراطي، وان كانوا لا قالوا فيما بينهم انهم في البدايه ايضا وفي منتصف هذه الانتخابات انهم لاموا انفسهم يعني بعضهم البعض باختيارهم جو بايدن، هذا الرجل الذي اخطا في حديثه عندما ذكر يعني اسم دونالد ترامب بالخطأ وقال له جورج، وصححت له
زوجته اسمه الامور بالنسبه له يعني شيء من الحلم. نعم. هذا الرجل الذي تنتظر جميع الدول كما تعلمين كيف سيتعامل معها، ملفات كبيره سوف يتعامل معها. من اول ملفات ندى هي ما قاله من قبل، وانه سوف يعزل جميع القاده الكبار في الحكومه الامريكيه، لانه متاكد انهم يوالون تماما لدونالد ترامب. الامور من الغد سوف تشرف شمس جديده على ليس على الولايات المتحده الامريكيه فقط، ولكن على العالم اجمع. يريد الصين على سبيل المثال وروسيا، ندى هناك تعاملات كثيره كانوا يرغبون في جو بايدن. لان علاقتهم لم تكن بالشكل السوي مع دونالد ترامب، وبالتالي هم كانوا يشجعون ولكن لم يكن ياملون 100% انه سيفوز. ولكن في النهايه ياسر الماراثون لم يحسم بعد. على كل حال زميلي ياسر نور الدين مراسل اكسترا نيوز، انا بشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من نيويورك. ماراثون انتخابي لم يحسم بعد، حتى بعد هذا الخطاب المقتضب للسيد جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسه الانتخابات الرئاسيه الامريكيه 2020، ولكنه خطاب يحمل الكثير من التفاؤل بالفوز بولايات عدة مثل أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا. إذا مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على طيب المتابعة. أنا ندى رضا وهذه تحياتي.